يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس، فهل هذا القول صحيح؟ لكن أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهما متعادلان والله أعلم. فإذا صمت الاثنين والخميس وثلاثة أيام استكملت الأجر، وإذا صمت أحدهما فلك من الأجر بقدر ما عملت. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.